السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب أولى ثانوي، مكملين إن شاء الله مع بعض فيديوهات حل مادة الفيزيكس. إحنا بنحل يا شباب في ليسن 2 شابتر 1 يونت 1. كنا خلصنا الفيديو اللي فات كل أسئلة اللي تشوز، إن شاء الله هنحل باقي الأسئلة من أول السي كويشنز. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Second essay questions أسئلة مقالية ولازم هيجي مقال في الامتحان وتكونوا فاهمين. State the precautions، كلمة precautions يعني الاحتياطات. Considered when using number one the metric ruler to measure the length of the object. إيه الاحتياطات اللي ناخدها واحنا بنستخدم المسطرة؟ اي جهاز قياس يا شباب ليه ريدنج ليه قراءه يعني او ليه جرادويشن تدريج لازم يكون اول احتياط هو ذا سايت. سايت يعني الرؤيه بتاعتك ماست بي لازم تكون بيربنديكولار تو ذا ريدنج. ده أول بريكوشن، أول احتياط، لازم عينك القراءة بتاعتك تكون عمودية على الريدنج. يعني مش من يمينها أو من شمالها، لا لازم إيه؟ بيربنديكولار. طيب، تاني حاجة إيه؟ ذا ميجرد لينث، الطول اللي عاوز تقيسه ماست بي سيوتابل. انت عاوز تستخدم الرولر، ما ينفعش مثلا اقيس طول حيطه، لازم يكون اللينس صغير زي طول بنسل طول بن نوت بوك حاجه ايه صغيره كده. طيب عاوزين برضو البريكوشنز في استخدام سنسيتيف بالانس ميزان حساس. اولا لازم يكون بي فاوند ان ا جلاس بوكس، يعني لازم الجهاز دوت يا شباب بتشوفوا انت بتاع الجواهرجي. ات ماست بي found in a glass box. ليه؟ to avoid winds أو air currents عشان نتجنب الإيه يا شباب؟ تيارات الهواء. يبقى to avoid the effect of air currents. طيب وانا بستخدم البالانس يا شباب لازم يكون سمول ماسز، ما ينفعش يكون ماسز كبيره يعني. يبقى ذا يوزد ماس، الماس المستخدمه او ذا ميجرد ماس ماست بي سمول. طبعا لازم ميجرد ان جرامز. طيب ماشي كده قلنا اول سؤال. تاني سؤال بقى بيقول لك ايه؟ اكسبلين زي جيب ريزون كده. فبقول لك the value of absolute error is always positive. ليه؟ لأنه can be calculated، ممكن نحسبه يعني from the relation، من العلاقة إيه؟ اللي هي delta x equal اللي هي absolute value بقى x naught minus الإيه؟ ال x. العلاقه ديت اللي الابسولوت يا شباب لو طلع جوه بالنيجاتيف بيطلع لي بره بالايه؟ بالبوزيتيف. فهي طالما هي جوه الابسولوت لازم يطلع لي بالايه؟ بالبوزيتيف. طيب ريليتيف ايرور هاز نو ميجرنج يونت. اي حاجه في الفيزيكس تيجي تقول لك مالهاش يونت لان هي ريشيو بتوين تو فيزيكال تو سيميلر فيزيكال كوانتيتيز، يبقى بيكوز ات از ريشيو نسبه يعني بتوين two similar physical quantities. طيب السؤال الثالث، the relative error is better indicator for measurement accuracy than the absolute error. لأن الـ relative error اللي هو الـ R يا شباب اللي هو الـ relative error ده it يعني because it gives us the ratio
between ratio between ايه بقى؟ the absolute error للدلتا اكس and the real value، واجيب لك النسبة ديت انت قلت كام كام بيرسنت يعني، not the value of error، مش بتجيب لنا ايه القيمة، القيمة نفسها بتاعت الايه الخطأ، هو بيجيب لي الايه النسبة. وعلشان اعرف انا قياسي دقيق ولا لا، كل ما الريلاتيف ايرور قيمته قلت كل ما الميجرمنت بقى ايه مور اكيوريسي. طيب سؤال ثالث اهوت، when students were measuring the mass of a piece of iron in physics lab، يعني بيس كتلة حديد في معمل الفيزياء، the teacher asked them to repeat the measuring process several times، قال له لازم تقيس أكثر من مرة، and calculate the average، what is the purpose، إيه الغرض يعني of the teacher's demand، إيه الغرض من إن هو يقول لهم يعملوا كده؟ طبعا to get the more accurate measurement process. يعني مثلا هديك مثال في الحتة دي، يعني انت مثلا حسبتها مرة طلعت 19.8 ومرة تانية طلعت 19 او طلعت مثلا 20، بوينت 1، وحسبتها مرة ثالثة طلعت لك 19.9، وحسبتها مرة رابعة طلعت لك مثلا 20.2، كل ده بالجرام، كل ده بالجرام. انت بتجيب الافريج بس ازاي؟ بتشوف انت قست كام مرة كلهم بلس فوق كده، يعني تعمل 19.8 بلس 20.1 بلس 19.8 9 19.9 دي بلس 20.2، انت قست كم مره؟ اربع مرات، تحط الديفايد فوق، يعني في الدينوميريتور بتكون عدد المرات اللي انت قست فيها، هتلاقي على الكالكوليتر دلوقتي لك بكام؟ ب 20 جرام. فال 20 ديت هي اقرب اجابه صحيحه للماس بتاعت حته الحديد اللي انت بتقيسها. نمبر 4، four friends أربعة أصدقاء were measuring our diff four different physical quantities and their results were as follows، ديت الإنتاج بتاعتها، أول واحدة 10 plus or negative 0.1، تاني واحدة 1 plus or negative 0.01، تالت واحدة 50 plus or negative 0.5، رابع واحدة 200 plus or positive 0.02. أولا كلهم يونتس مختلفة، مرة سنتيمتر ومرة متر ومرة كيلو جرام ومرة سكند كده، عشان تعرف بقى إيه، عشان تعرف مين فيهم أكثر دقة في القياس لازم نجيب الريلاتيف ايرور للكل. هقول لك arrange the measurement in ascending order، يعني هي الإيه الترتيب من الصغير للكبير، in their accuracy في الدقة، يعني من أقل دقة وبعد كده من أكثر دقة. فأنت بتعمل إيه؟ هتجيب R1، R1 هتعملها لي 0.1 over 10 يبقى أكيد 0.01، وهتجيب لي R2 اللي هي 0.01 over كام؟ over 1، يطلع لك 0.01 وملهاش يونت، وهتجيب لي R3 اللي هي 0.5 over 50، ما هي زي 0.1 اوفر 10 اللي هي برضه 0.01، وهتجيب لي R4 هتقول لي بقى انت ايه 0.02 اوفر 200، بقى بكام ديت 0.001 عشان كده اتاكد 0.02 اوفر 200، لا ده 0.0000 في 0 كمان، 1 كده. طب مين اكتر دقه هنا؟ R4،
هو قال لك رتبهم اسندنجلي تبع الاكيورسي، يعني اقل واحد في الدقه وبعد كده ايه اكبر واحد في الدقه. اكيد 1 او ايه دوت كان زي بي، كان زي سي، وهما اقل دقه منين؟ من دي. لو قال لك رتبهم لي ان ديسيندنج اوردر اكوردنج تو دير اكيورسي اكتر واحد دقه، فهيكون انت هتعمل العكس، هتقول الدي اكبر من الاي، والاي قد زي البي، والبي زي الاي زي السي. بس هو ده المطلوب يا شباب اللي هو دي. نيجي ليه اللي هو برضه نيو تايبس اوف كويشنز، يعني انواع جديده من الاسئله. بيقول لك when measuring the mass of a person it was كذا، يعني 75.25 كيلو جرام، and by investigation it was found that the measurement was made by an error 0.01 كيلو جرام، then the mass of the person may be equal dose. طيب يعني في خطأ اهو، هو وجدوا كام؟ وجدوا 75 بوينت كام 25، ديت اللي هي الميجرد ماس. طب الماس الحقيقيه بتاعته بكام؟ ما اعرفش، بس في بقى في خطا، دلتا ام ايكوال كام؟ 0.01 كيلو جرام. طيب والله ممكن الخطا ده ممكن يكون هو زود او هو ايه نقص. فالماس الحقيقيه لو هو كان زود فقيمته هتبقى 75.25 ماينس 0.01، 75.25 ماينس 0.01 يبقى بكام؟ يبقى 75.24 كيلو جرام. ولو كان هو نقص هتبقى الماس الحقيقية بتاعته بكام؟ 75 طبعا 0.25 بلس 0.01 يبقى هتبقى 75.25 بلس 0.01 يبقى 75.26 كيلو جرام، يعني ممكن تكون 24 او 26 اللي هي دي. فهون بالنسبه لك هتبقى يا شباب هتبقى ينفع سي وتنفع ايه وينفع دي. طب تمام، نيجي السؤال اللي بعده، وحللنا سؤال زي كده قبل كده. When measuring the height of the fence of the garden، الحديقة يعني، from the ground by a meter tape it was found to be 3 plus or negative 0.1 meter. Then هو القياس ده هيكون دايركت ولا اندايركت؟ طيب هو قاسه مرة واحدة واستخدم قوانين، يعني استخدم مثلا ديفايس واحده وعوض في قوانين ولا لا؟ مفيش قوانين عندنا، هو قاسها مره واحده باستخدام متر تيب، فهو لازم دايركت، لازم ايه دايركت، فمش هينفع عندي اندايركت، يعني اي حاجه فيها اندايركت مش هينفع. طب تمام، يعني بي مش نافع، يبقى هو ايه يا شباب دايركت، فايه نفعت معانا خلي بالك. طب تمام، هو عاوز بقى قيمه ايه ريليتيف ايرور، هتجيب الار لان في ريليتيف ايرور في الكل اللي هي سي ودي واي. ال R equal ايه؟ هتقول له 0.1 over 3 اللي هي 1 over 30، اللي هي 1 over كام؟ over 30 وملهاش يونت، فهي relative error ما تنفعش 0.1 وما تنفعش 1 over 30 متر لان relative error has no unit. فالاجابه هتبقى يا شباب E، يعني ايه هتنفع وال E هتنفع. طب تعالى نمبر 3، بيقول لك اكس بكذا واي بكذا، هو عاوز ابسولوت ايرور ان ميجرنج ذا كوانتيتي مره اكس بلس واي كله وواي ماينس اكس، ماشي. هو عاوز ايه ريليتيف ايرور، خلي بالك انت في الاول كده هات لي اكس بلس واي بالطريقه اللي علمتها لك اللي هي 100 بلس اور ماينس 0.01 دي بالمتر خلي بالك، والثانيه بالمتر لازم يكون لهم نفس اليونت، وده 200 بلس اور ماينس 0.03، فهيطلع لك الناتج بتاعهم بكام؟ هيطلع لك ب 300، هتعمل 100 بلس 200 بلس اور ماينس، هتعمل 0.01 بلس 0.03 يبقى كام؟ 0.04. هتجيب ريليتيف ايرور بقى في الحاله دي هتقول ايكوال ايه؟ هتقول 0.04 اوفر كام؟ 300
يبقى هنعمل كده 0.04 اوفر 300 هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 0.013%، فدي مش نافعة. طيب ال قال لك ذا absolute error in measuring x plus y 0.04، ايوه ما هي قدامك اهي دي الابسولوت ايرور، فالاجابه دي نفعت معانا. طيب absolute error، وخلي بالك اصلا هو طلب صح absolute error مش عايز relative error اساسا، ما في يعني الابسولوت ما فيش بقى بيرسنت دي الريلاتيف، فايه كده كده مش نافع والبي نفعت معانا. طيب لو انت عملت y minus x، لو انت عملت y minus x وفكرتكم بيها كذا مره، فعملت انت 200 بلس اور نيجاتيف 0.03 ماينس الاكس دي كام 100 بلس اور نيجاتيف 0.01، لما تعمل الماينس عادي اعمل 200 ماينس 100 اللي هي 100 ماشي، بس في الابسولوت ايرور بقى لازم تعملهم بلس، يعني تعمل 0.03 بلس 0.01 فايه؟ يطلع لك 0.04 برضه، فالاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى دي، فنفع عندك ايه؟ بي ودي. طيب نمبر 4 the radius of the sphere of a sphere كذا then the percentage of error in calculating its ايه مره surface area ومره الفوليوم. خلي بالك الاريا بتاعت السفير عباره عن ايه؟ عباره عن 4 باي ار باور 2، فلما تجيب انت او عاملها ار كابيتال، اما تجيب انت ريلاتيف ايرور في قياس الاريا الفور ده رقم ثابت مفيش فيه خطا، والباي ده رقم ثابت مفيش فيه خطا، امال ايه يا مستر؟ هتبقى تو ريلاتيف ايرور في قياس الايه؟ الريدياس. ليه قلنا تو قدامها؟ لان في ريدياس باور 2 فانت هتغلط كم مره؟ مرتين. فانت هتجيب الار الاول ريلاتيف ايرور في قياس الريديوس اللي هو كام هنا؟ 0.1 اوفر 10 اللي هو ايه يا شباب؟ 0.01. فالريلاتيف ايرور في قياس الاريا كام؟ هتقول 2 تايمز 0.01 يبقى كام؟ 0.02، يعني كام يعني؟ يعني 2%. تمام، فالاجابه هتبقى بي في السيرفيس اريا. طب الفوليوم عباره عن ايه؟ عبارة عن 4 over 3 باي radius باور 3، ما تنساش دي. فعشان تجيب relative error في الفوليوم ال 4 over 3 ده رقم ثابت والباي رقم ثابت مفيش فيهم error، والradius في باور 3 يبقى هنا ايه؟ 3 r 3 relative error لل r يعني، يبقى equal 3 times 0.01 يعني 0.03 يعني 3%. فالإجابة يا شباب هتبقى E، يعني الإجابة هتبقى B و E. نيجي للسؤال اللي بعده. A body moves in a straight line uniform speed it covers a distance كذا، ومديك الإيه؟ التايم. عاوز السبيد. سبيد إيكوال إيه؟ هعملها فوق كده هنا. speed يا شباب equal distance over time. طب تمام، فانت لو جبت بقى لازم تجيب القيمه الحقيقيه للسبيد اللي هي البي نوت، هتجيب دي نوت اوفر تي نوت equal الدي نوت بكام؟ يعني المسافه الفعليه بكام؟ 10، والتايم الفعلي بكام؟ 5، يبقى equal كام؟ 2 متر بير سكند. ماشي، وهتجيب بقى الريلاتيف ايرور في قياس البي عباره عن ايه؟ مش هما الاثنين ديفايد؟ فهتجيب ريلاتيف ايرور في قياس الديستنس بلس ريلاتيف ايرور في قياس الايه؟ التايم. طب تمام، في قياس الديستنس هتلاقي 0.1 اوفر 10، وفي قياس التايم 0.1 اوفر 5، يبقى انت عندك 0.1 اوفر 10 بلس 0.1 اوفر 5 طلعت لك بكام؟ ب 3 اوفر 100. طب تمام، 3 اوفر 100 يعني 3%، يعني ايكوال كام؟ 3%.
طب عشان تجيب بقى الدلتا في عبارة عن ايه؟ الار اللي انت جبتها تايمز الفي نوت يعني 3 اوفر 100 تايمز الفي نوت اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2، يبقى ايه يا شباب؟ 6 اوفر 100 يعني 0 بوينت كام؟ 0.6. طب تعال نشوف بقى، هل ابسولوت ايرور ان ميجرنج ذا سبيد 1 متر بير سكند؟ لا، طلعت بكام؟ بسي 0.06. طب والريت اوف ايرور بكام؟ 0.03. الاجابه ايه؟ فالاجابه هتبقى يا شباب ايه؟ سي اند اي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك 5 ستودنتس ميجر ديفرنت فيزيكال كوانتيتيز اند ذير ميجرمنت وير ريكوردد ان ذا فولوينج ليست. So the most accurate measurement is dots and the least accurate measurement is dots. هتجيب برضو انت ال R في كل واحد. طب ال R هنا بكام؟ هتقول 0.1 over 10 يعني كام؟ 0.01، وبالبيرسنت اللي هي 1% يعني 1%. طب والتانية ديت خلي بالك، ديت 10 باور 2 ديت هتعمل انت ايه؟ هتعمل انت 0.5 divided 100 او over 100 يعني، واعملها تايم 100 بعد كده علشان تبقى ايه؟ تبقى بالبرسنت. يبقى الار هنا ار الثانيه هاف برسنت، يعني الاولاني غلط بنسبه 1% والثاني 0.5%. طب والثالث هتعمل انت 0.1 اوفر كام؟ اوفر 50. يبقى 0.1 اوفر 50 وتعملها تايمز 100 عشان تجيب البرسنت على طول، يبقى هنا الريلاتيف ايرور الثالث 0.2%. خلي بالك ده اكثر دقه في الثلاثه لحد دلوقتي، بس ما تستعجلش كمل للاخر. هتعمل 0.01 اوفر 15، واحد يقولها تايم 100 عشان ده العاب البيرسنت، يبقى 0.067% دي اللي هي الار 4 يعني. طب والار 5 ايكوال ايه؟ 0.025 اوفر 1 ب 0.025 تايم 100 يبقى 2.5%. يبقى موست اكوريت اقل واحد اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو ده هو ال 15 بلس اور ماينس 0.01 دوت ايه يا شباب؟ اكتر واحد ايه؟ دقيق. طب ليست اكوريت اقل واحد دقه هو اكبر خطا، اكبر خطا اللي هي 2.5% اللي هو اخر واحد اللي هو 1 بلس اور ماينس 0.025. طيب نمبر 2، if the mass of a body is مديك الماس والفلوسيتي مديها لك، عاوز برسنتيج اوف ايرور كالكوليتنج ذا ايه مومنتم. احنا عارفين ان المومنتم دي البي ال ايكوال ايه؟ ماس تايمز الفي، ماشي. هو عاوز ايه بقى؟ مومنتم اوف ذا بادي ايكوال دوتس، وعاوز كمان كينيتيك انرجي اوف ذا بادي ايكوال دوتس. طيب ماشي، تعال نشوف بقى، بس برسنتيج يعني اوف ايرور، عاوز البرسنتيج. فهنا نجيب البرسنتيج اللي هو الار يعني للبي ال، عباره عن الار بتاعت الماس بلس الار بتاعت الايه؟ السبيد. لان انت هنا حبيبي بتعمل ايه؟ طالما الاثنين تايمز بعض بتشتغل بالريلاتيف ايرور، بتشوف الريلاتيف ايرور بتاعت الماس او بتاعت القمه الاولانيه يعني بلس الريلاتيف ايرور بتاع القمه الثانيه. يعني هتقول لي بقى 0.1 اوفر 2 بلس 0.02 اوفر مين؟ اوفر 3. يعني اهي تعملها اهي 0.1 اوفر 2 بلس 0.2 اوفر 3 طلعت بكام؟ ب 7 اوفر 16. هتعملها تايم 100 كده يبقى 11.67%. فديت اهيت مومنتم الضباط ده هتبقى هنا كام؟ 11 بوينت كام؟ 67%. طلعنا دي اهي كده. طب كينيتيك انرجي، ما احنا حافظين الكينيتيك انرجي اصلا
ايكوال ايه؟ هاف تايمز الماس تايمز فيلوسيتي باور 2. فعشان تجيب ريلاتيف ايرور في قياس كينيتيك انرجي ايكوال ايه؟ الهاف رقم ثابت مفيش ريلاتيف ايرور، وهتجيب بقى ريلاتيف ايرور بتاعت الماس بلس في في باور 2، فالريلاتيف ايرور بتاعت الفلوس هتبقى ايه قدامها 2، يبقى 2 ريلاتيف ايرور بتاعت الايه الفلوس، يبقى تبقى ايكوال الريلاتيف ايرور بتاع الماس اللي هي كام 0.1 اوفر 2 بلس، وتعمل كده 2 براكتس كده 2 تايمز، تعمل كده على الكالكوليتر يعني 0.2 اوفر كام اوفر 3، هنعملها هي 0.1 اوفر 2 بلس، وهفتح تو براكتس 2 تايمز 0.2 اوفر 3 طلعت بليفل اوفر 16، هعملها تايمز 100 طلعت كام 18.33%. يبقى هنا كام 18.33% في حل. لا كده خلاص كده خلصنا يا شباب اللي هي ايه نيو تايبس اوف كويشنز، وكمان اللي هي الايه الاسي كويشنز. شد حيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.